بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، السيدات والسادة، ضيوف مصر الأعزاء، يسعدني أن أرحب بكم اليوم باسم شعب وحكومة جمهورية مصر العربية. أرحب بأشقاء مصر المخلصين وأصدقائها الأوفياء من أرادوا أن يشاركوا شعبها العظيم فرحته بإنجازه التاريخي الذي أثبت من خلاله قدرته على صناعة التاريخ باقتدار والعبور إلى المستقبل من أجل تقدم ورخاء الإنسانية بأكملها. اسمحوا لي أن أخرج على النص. اسمحوا لي أن أتكلم معاكم كمواطن مصري، مش من خلال خطاب مكتوب بكل طبعا تقدير واحترام. مصر دولة عظيمة جدا ولها حضارة ممتدة لأكثر من 7000 سنة. في دول كتير في العالم بتدرس لأبنائها الحضارة المصرية واللي قدمته للإنسانية، وأنا عايز أقول لكم إن مصر عبر 7000 سنة قدمت قيم ومبادئ وأخلاقيات. هذه القيم والمبادئ والأخلاقيات تناغمت مع الرسالات والأديان السماوية ولم تتقاطع معها. أنا بقول الكلام ده للضيوف اللي موجودين وللمصريين اللي بيسمعوني، وأنا كان ممكن أستمر في قراءة الخطاب الرسمي اللي هو بيسجل دلوقتي لهذه اللحظة، لكن أنا لما بتكلم وبخرج عن السياق أنا بكلم الشعب المصري، كل المصريين، مش مفكريه ومثقفيه وعلماء فقط، أنا بكلم غالبية مواطنين مصر. ويمكن يختلف معايا كثيرين، أنت بتوجه كلامك لهم، هم عندي لهم الأولوية الكاملة، المصريين. الحقيقة أنا بقول للمصريين إن أنتم الحضارة المصرية اللي اتقدمت النهاردة، مصر كمان بتقدم للإنسانية هدية يمكن تكون مش هدية كبيرة قوي زي أيام القدماء المصريين، لكن في سنة بذل المصريين جهد كبير قوي عشان يقدموا للعالم ولمصر هدية من أجل الإنسانية، من أجل التنمية، من أجل البناء، من أجل التعمير. أنا عايز أقول لكم حاجة، مصر مش مقدمت فقط خلال هذا العام أو العامين الأخرانيين على وجه التحديد فقط المشروع ده، لا، هيذكر التاريخ لمصر انها تصدت وجبهت خطر ارهابي لو تمكن من الارض لحرق الارض. المصريين هم اللي تصدوا لهذا الفكر، تصدوا له عشان يقولوا للإنسانية لا، يقدموا السماحة الحقيقية للإسلام والمسلمين، يقدموا البناء والتعمير والتنمية والرخاء، مش يقدموا القتل والتخريب والتدمير للإنسانية. هيذكر التاريخ لمصر إن هي اللي تصدت لده، وهي اللي تصدت كمان بأزهرها وعلمائها لتجديد الخطاب الديني حتى يتناغم مع عصره ومحيطه
ده اللي مصر قدمته يمكن يكون مش محسوس دلوقتي، لكن ده هيبان خلال الفترة أو السنوات القليلة القادمة. الشعب المصري وهو بيعمل قناة السويس الجديدة ما كانش بيعملها في ظروف طبيعية، كان بيعملها في ظروف صعبة جدا، اقتصادية وأمنية. كان العناصر والجماعات الإرهابية المتطرفة اللي أنا بسميهم أهل الشر بيحاولوا يأذوا مصر والمصريين ويعرقلوا مسيرتها وتقدمها. يعني عايز أقول إن ما كانتش العمل بيسير في مصر في ظروف طبيعية، لا، ده كان في ظروف لمكافحة الإرهاب وما زالت هذه الظروف إحنا بنكافحها وحنكافحها وحننتصر عليها، مفيش كلام، هننتصر عليها مفيش كلام. كان لازم نبقى متأكدين إن إحنا بفضل الله طبعاً سبحانه وتعالى وبجهد كل المصريين نستطيع أن نقدم هذا الإنجاز في المدة المقررة والمحددة لي. قناة السويس الجديدة مش بس عمل هندسي، لا، ده في بعد كبير قوي من فضلكم لازم تتوقفوا قدامه. كان لابد ان المصريين يشعروا في خلال سنه ان هم يبقوا عندهم مزيد من الثقه ومزيد من الاطمئنان وعدم التشكك وعدم الاحباط. وانا اتصور ان اللي تم تنفيذه بهذا الشكل ورد فعل الناس، رد فعل الناس في مصر على كده، فرحة المصريين بتؤكد المعنى ده، إن هم كانوا محتاجين يأكدوا لنفسهم وللعالم إن هم ما زالوا قادرين. وأنا أتصور إن هم دي أول خطوة، القناة الجديدة أول خطوة من 1000 خطوة، القناة الجديدة خطوة واحدة من 1000 خطوة احنا مطالبين يا مصريين ان احنا نمشيها. صحيح، خطوة من 1000 خطوة، بس انا عايز اقول لكم حاجة قبل ما اكمل خطابي ده. لا يمكن ابدا ابدا حيستطيع احد ان ينال من مصر ابدا طول ما الشعب المصري كتله واحده وايد واحده. هاكدها مره واثنين وثلاثه، ولو انتوا بصيتوا هتلاقوا شيخ الازهر وقدس البابا موجودين جنب بعض. لازم دايما نبقى احنا كتله واحده، كتلة واحدة، عشان نقدر نعبر التحدي اللي احنا بنجابه وحننتصر فيه. فبقول هي خطوة من 1000 خطوة. أنا مش هتكلم على تفاصيل كتيرة خاصة بالقناة بعد اللي اتقال خلال الفترة اللي فاتت، لكن أنا عايز أقول لكم إن كل مصري كان مشارك في المشروع وحتى غير المصريين من كل دول العالم كانوا حريصين جدا جدا على إنجاز المهمة في التوقيت المحدد، في التوقيت المحدد ليل ونهار. مادام اتكلمنا على إن الظروف كانت صعبة يبقى لابد إن احنا نقدم كل الشكر لأرواح الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم من أجل مصر واستقرار مصر، من الجيش، من الشرطة، من المواطنين الأبرياء. ده تمن دفعناه وبندفعه
مش عشان خاطر مصر بس زي ما قلت، ده عشان خاطر الإنسانية كلها. فاسمحوا لي ان انا اوجه الشكر والتقدير والاحترام لكل من شارك في هذا المشروع. الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والقوات المسلحة بالتنسيق مع هيئة قناة السويس والعاملين بقناة السويس، ثم جميع شركات المقاولات اللي اشتغلت خلال هذا العام، بالإضافة طبعا للتحالف الكركات اللي اشتغل وأنجز المهمة بمنتهى الكمال. شكرا جزيلا لكم جميعا. وعدنا نحن المصريين العالم بأن نقدم له القناة الجديدة هدية، وها نحن نوفي بالوعد الذي قطعناه جميعا على أنفسنا، وفي زمن قياسي نهدي للعالم شريانا إضافيا للرخاء وقناة تواصل حضاري بين الشعوب لتساهم في تيسير وتنمية حركة الملاحة الدولية، وتفتح آفاقا جديدة للتنمية، وتشارك في تحقيق آمال وطموحات شعب مصر العظيم الذي أنجز هذا المشروع بعقول أبنائه وقوة سواعدهم ومدخرات أموالهم. من سيناء الغالية، ملتقى الشرق والغرب من أرض مصر الطيبة كأخلاق أهلها العظيمة في شموخها كالأهرامات العبقرية في موقعها على مر الزمان الباقية أبداً كنيلها الخالد، نستلهم من كتاب التاريخ الإنساني صفحات الفخر والمجد التي كتبها الأجداد، ونسطر في صفحات المستقبل نهجاً فريداً لمصر، مصر الجديدة يلبي طموحات أبنائها ويتسق مع كفاحهم ونضالهم الممتد بامتداد البشرية. لطالما كانت قناة السويس جزءا من نبض مصر فشغلت مفكريها وأدبائها، فهو مفكر مصر الكبير الدكتور جمال حمدان يصفها قائلا: لنا أن نطمئن رغم كل التحديات والعقبات أن مستقبل قناة السويس وثيق كما هو مضمون، بل ومشرق أكثر مما كان في أي وقت مضى، فقط بشرط أن نقبل بالتحدي وأن نتصدى للخطر باليقظة وبالإصرار وبالتخطيط الدؤوب ثم بالعمل الحازم الحاسم. وها هي نبوءة جمال حمدان تتحقق واقعا جديدا يجري الآن متدفقا في مياه هذه القناة بعد 10 سنوات من هذه المقولة. اسمحوا لي أن أوجه رسالة إعزاز وتقدير لشعب بلادي الذي برهن يوما تلو الآخر على أن عطاء مصر من أبنائها المخلصين لا ينضب أبدا. يا أبناء مصر، إنني أحيي وطنيتكم فقد لبيتم نداء الوطن وتمكنتم من تمويل هذا الإنجاز الهائل خلال أيام معدودات. ودعونا جميعا نهدي إنجازنا العظيم لأرواح شهداء مصر الأبرار، نقول لهم إن أرواحكم ودفاعكم عن وطنكم وشعبكم لم يكن فقط من أجل الدفاع عن أرض الوطن، ولكن أيضا لمنح الأمل لأجيال قادمة ستعي وتتعلم من تجاربكم وتاريخكم معاني الفداء والتضحية والإيثار، فلتنعموا جميعا في سلام الجنة. لن يفوتني في هذا المقام أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم بنتاج عقله وجهده في تحقيق هذا الإنجاز المبهر. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، السيدات والسادة، ضيوف مصر الأعزاء، إن انطلاق حركة الملاحة البحرية في قناة السويس وإنجازها بهذه المعدلات غير المسبوقة يتخطى تحقيق أهداف اقتصادية أو سياسية، ليبرز لنا هدفاً إنسانياً تنشده مصر المستقبل يحقق لشعبها الكرامة والعدالة والاستقرار في ظل دولة ديمقراطية مدنية حديثة، من خلال استدعاء القدرات المصرية على البناء بخطوات متسارعة في شتى المجالات. إن مرحلة البناء الراهنة تتطلب تهيئة المناخ المناسب
للعمل والاستثمار. ولقد كان رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية في طليعة الصفوف المصرية التي تسعى بدأب وإخلاص في مواجهة إرهاب أعمى فقد صوابه وراح يضمن الشر والسوء لمصر وشعبها، وأراد أن يفرض على المصريين أفكاره المتخلفة عن ركب الحضارة. فكانت إرادتهم وقدرتهم على هزيمته ودحره أقوى من حقده وعنفه. إن التاريخ يروي للإنسانية بأسرها كيف كانت قناة السويس محوراً لانطلاق إشعاع مثل الثقافي والحضاري للمنطقة والعالم بأسره، وهمزة الوصل بين مختلف أرجائه بدءاً من العصر الفرعوني ومروراً بالحكم الإغريقي والحقبة الإسلامية ثم التاريخ الحديث، ووصولاً إلى قناتنا الجديدة إن مصر ستظل الملتقى الجامع للشرق والغرب مثلما كانت على مدار التاريخ. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، السيدات والسادة، ضيوفنا الأعزاء، إن الشعب المصري العظيم يعلن للعالم اليوم رسالة قناة السويس الجديدة إننا ننتصر على الإرهاب بالحياة وعلى الكراهية بالحب، لتكن القناة منطقة رخاء للإنسانية ليس فقط فوق مياهها بل وعلى ضفتيها، بما يرتفع إلى مقام تاريخ هذه القناة التي وضعت بصماتها على جغرافيا الوجود وخريطة البشرية. أؤكد لكم أن مصر ليست بلد المشروع الواحد ولا يصح أن تكون كذلك، فشعبها الشاب كما هو في حاجة إلى العمل فإنه أيضا قادر على الإبداع والإنجاز. وما افتتاح قناتنا الجديدة اليوم إلا انطلاقاً لمشروعات وطنية عديدة، ولعل أكثرها اتصالاً بإنجاز اليوم هو مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، حيث تم اعتماد المخطط العام للمشروع، وستشرع الحكومة على الفور في تنفيذه بتنمية وتطوير منطقة شرق بورسعيد، والتي ستشهد توسعة ميناء شرق بورسعيد وتطويره والاهتمام بالظهير الصناعي للميناء، وكذا تطوير البنية الأساسية للمنطقة وربطها مع المشروعات الأخرى الجاري تنفيذها، وسيلي ذلك البدء مباشرة في تنمية مناطق الإسماعيلية والقنطرة والعين السخنة. إن تنمية منطقة القناة تستهدف إنشاء منطقة اقتصادية عالمية تشمل عدد من المواني والمدن الجديدة والمراكز اللوجستية والتجارية، والتي تحقق زيادة لمعدلات التبادل التجاري بين مصر وجميع دول العالم. ونحن باستمرارنا في تحقيق هذا الهدف نطمح إلى مشاركة أصدقائنا في كافة ربوع العالم في حلمنا الطموح ببناء مصر المستقبل، حيث تنطلق في مصر حزمة من المشروعات تستهدف إنشاء شبكة قومية للطرق العملاقة، وتنمية زراعية تطمح لاستصلاح مليون فدان، وإنشاء عدد من المدن الجديدة تستوعب الزيادة السكانية، بالإضافة إلى البدء في تدشين عدد من المواد. تجدد عزمها على المضي قدما على خطى الإصلاح السياسي والاجتماعي لتحقيق أهداف وطموحات أبنائها في العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. السيدات والسادة الحضور الكريم، إنني أتوجه لكم جميعا بالتحية والتقدير، وأشكر الله عز وجل أن وفقنا جميعا لإنجاز هذا الحلم الكبير الذي عظم لدينا الدافع لتحقيق المزيد من الإنجازات لمصرنا الحبيبة الغالية، ذلك الوطن العظيم الذي حملني شعبه الكريم أمانة ومسؤولية قيادته. إن هذا الوطن يستحق أن نبذل من أجله الكثير ونضحي من أجل أن يصل إلى ما يستحقه. هذا الوطن ينتظر منا جميعا صدقا في النوايا وإخلاصا في العمل وثباتا على المبادئ والقيم، جميعا شبابا وشيوخا، رجالا ونساء، مسلمين ومسيحيين.
إن مصر التي استعادت إرادتها مع ثورتي 25 من يناير والثلاثين من يونيو قد اختارت سبيلها وأنارت دربها، وإن كانت لم تصل بعد إلى كل ما تريد فإنها عرفت كل ما تريد وتمضي في طريقها لتحقيقه. وإذا كانت الشعوب قادرة على الحلم فإن الشعوب الحرة فقط هي القادرة على الإنجاز. بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله، نأذن نحن عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ببدء تشغيل قناة السويس الجديدة. وتحيا مصر، وتحيا شعوب العالم المحبة للسلام، وتحيا مبادئ الإنسانية وقيم التسامح والتعايش المشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.